من مصر الحقيقة شخصية متميزة جدا في مجالها، بيتم تكريمها النهاردة مع رموز المجتمع والفن وكافة مجالات السياسة والاجتماع والفنون، هو المكير المصري العالمي محمد عشوب. لازم أسأل حضرتك بقى، حيثيات اختيار المكرمين النهاردة تم اختيارهم بناء على ايه بالظبط؟ صفوة المجتمع، صفوة المجتمع في كل شيء، صفوة المجتمع في الطب، في الفن، في الشرطة، في الدفاع، في كل الصفوة المجتمعية احنا بنكرم هذه الشخصيات. شخصيات قامت وقامة لها مكانتها في الدولة، أدت ما عليها وتؤدي ما عليها. احنا بنكرم شخصيات فعلا أدت لمصر، ما قالتش لمصر أدتنا إيه، لأن الناس كل الشخصيات النهاردة بتكرم فعلا أدت لمصر، أدت لجمهورية مصر العربية، أدتها وفاء، أدتها حب، أدتها عمل، أدتها قيمة، أدتها حاجات كتير قوي قوي قوي. فيعني أقل ما يجب الانحناء ليهم والتحية ليهم والتقدير ليهم. لو ندي السادة المشاهدين فكرة كده عن المنظمة وأهدافها ويعني المبادئ العامة ليها والمجالات اللي بتهتم بيها. الجمعية المصرية الأفرو آسيوية للفنون والثقافة والآداب هي جمعية منبثقة من أيام الوزير المرحوم يوسف السباعي، وكان يترأسها السيد الأستاذ السيد راضي رحمة الله عليه، وكانت تضم مجموعة من أدباء وكتاب وفناني مصر على أعلى مستوى، قامات كبيرة جدا. وبعد وفاة المرحوم الأستاذ السيد راضي توليت أنا رئاسة مجلس الإدارة. الجمعية يعني في صدد الارتباط العملي والفني والأدبي والثقافي والديني ما بين مصر وأفريقيا وأسيا كلها، فهي تعتبر يعني جمعية عالمية توطد العلاقات بين مصر وأفريقيا وأسيا وبالعكس، ويعني بنقدر نقول ان يبقى في علاقه قويه بين جميع هذه الاطراف.